بسم الله. دي الجزء الاولاني اللي هو بتاع الفاير وول دوت في الموديول اللي هو بتاع ايه، بتاع صاحبنا اللي هنا. تمام، تعالى نتكلم بقى على الجزء الثاني في الموديول اللي هو اسمه دبليو ساس. ايه دبليو ساس؟ دبليو ساس اختصار ويندوز سيرفر ابديت سيرفيس. ايه القصة؟ القصة ان احنا محتاجين ان الويندوزات بتاعتنا تكون كلها اب تو ديت. محتاجين كل ويندوزاتنا تكون ايه؟ up to date. دائما. علشان تعمل حاجة زي كده يبقى انت محتاج كل يوم تكونكت على مين؟ على مايكروسوفت على النت. ابديت وتشوف الدنيا عاملة ايه. تمام. هل كل يوم هخش واشوف الدنيا عاملة ايه؟ لا طبعا. مايكروسوفت ده عامله لك اداه كده، تقول كده ظريفه خالص، بتشتغل لوحدها كده. تمام، هتلاقيها جوه الكنترول بانل اخر اداه اسمها ويندوز update. ابديت. الويندوز ابديت اولا هو هنا اوف ولا اون؟ اون اوف. هو اوف. بدل ما بقول لك ايه رايك نعمله تمام. اون. ليت مي تشوز ماي سيتنجز، جاب لك السيتنجز اهي، هي لو كنت انت جبتها من هنا تشينج سيتنجز. التول دي ليها اربع سيناريوهات. كويس، اقرا كده، ادي واحد اتنين تلاته اربعه، بيقول لك بليز سيلكت اوبشن، اختار لك حاجه من دول. ايه الفرق بينهم؟ اول سيناريو انستول ابديتس اوتوماتيكلي مع نفسك، امتى؟ كل يوم الساعه كذا. وفي الحاله دي من ما هيلاقي ابديتس هيجيبها، وكل يوم او كل حد او كل اتنين او كل زي ما انت عايز الساعه واحدة الظهر. اشمعنى؟ يعني بالوقت وقت خامل كده هيبدأ يسطب. ايه يبدأ يسطب؟ الابديتس اللي نزلها. في الحالة لازم الجهاز يكون واصل بالايه؟ النت. طيب هنا داونلود الابديتس من ما تلاقيها، بس ما تسطبهاش لا تقول الا ما تقول لي تشيك، شوف الابديتس موجودة ولا لا. لو لقيتها تعالى نبهني وانا اللي اقول لك دونها امتى وسطبها امتى. ماشي. طبعا كل الحالات دي لازم الجهاز يكون واصل بالايه؟ الانترنت. الاخير بقى مش محتاج منك اي خدمه. انا من لما احب ادور على الابديتس بطلع انا بايدي كده تشيك، ادور واشوف ايه اللي انا عايزه انزله. تمام. نشغل ايه؟ شغل الريكومندد بتاعت مايكروسوفت كل يوم الساعه 1. ماشي، هي تشيك ابديت اهو، تشينج سيتنجز. بس ده لازم النسخه تكون أول. اصليه طبعا، صح؟ مش شرط قوي يعني. وطبعا المهم ان هو لو لقى حاجه عملت تشيك على اللايسنس ولقاها مضروبه هيوقف لك الويندوز بتاعك. كويس. طيب بس هو في حاجات بيعمل لها ابديت وما بيوقفش حاجه، في حاجات بيعديها يعني. كده الشركه كلها هتمشي بالمنظر ده. يعني انا لو عندي في الشركه 1000 جهاز، والالف جهاز هيطلعوا كل واحد يدون 10 ميجا مثلا، يبقى معنى كده ان انت على مستوى الشركه دونت قد ايه؟ 100,000. 10,000 ميجا. 10,000. تمام. 10,000 ميجا يعني كام جيجا؟ ماشي. تمام. 10 جيجا. ماشي. كتير ولا قليل؟ كتير طبعا، كتير قوي جدا. ومع العلم ان كل واحد في الالف دون نفس الايه؟ القيمة، نفس الحاجة، حاجة بسيطة يعني. ما هو ده عندي ويندوز 7 7 7 7 فاللي نزله هو اللي نزله. الكلام ده اهو. وايه تاني؟ الابديتس انواع. يعني في ابديتس حاجة اسمها كريتيكال ابديتس، في حاجة اسمها سكيورتي ابديتس، في حاجة اسمها هوت فيكسز، في حاجة اسمها سيرفيس باك، في حاجة اسمها فيتشر باك، في حاجة اسمها درايفرز التعريفات، في حاجه اسمها تولز. كل دي انواع من انواع الايه؟ ما تقدرش بالطريقه دي تحدد ايه اللي ينزل، ايه يتسطب، ايه اللي مش عارف. ما تقدرش. طب الاجهزه بتاعت الاي تي محتاجه يكون عليها حاجات كتير، التولز والدرايف والسيرفيس باك والفيتشر باك والهوت فيكس والسكيورتي والكريتيكال، محتاجين كل ده على الاجهزه بتاعت الاي تي. طب اجهزه الناس يكفيهم السكيورتي والكريتيكال، كويس قوي يعني. مش محتاج لما تولز في حاجه ولا سيرفيس باك ولا الحاجات دي، انا لما بنزلها بنزلها عليهم لو انا عاوزت يعني. ما هو مش مزاجه كده ينزل اللي هو عايزه. كويس.
ما تقدرش تتحكم وتقول دول ينزل عليهم ايه ودول ما ينزلش عليهم ايه. كويس كده؟ طيب يبقى انت عندك شويه مشاكل اهو، ولازم الاجهزه كلها تكون واصله بالانترنت، دي نقطه تانية يعني داخليه ما تقدرش تشتغلها. اول مايكروسوفت حل المشكله دي كلها بحاجه اسمها ايه، دبليو ساس، ويندوز سيرفر ابديت سيرفيس، سيرفر يمانج عمليه الابديت دي. بس ده عباره عن سوفت وير بتجيبه من عند مايكروسوفت، السوفت وير ده هوت بتجيبه ستك وتنزله على الجهاز بتاعك. لازم الجهاز يكون من بيئه الايه ده، سيرفر بقى ويندوز سيرفر. سوفت وير اهو حجمه قد ايه، السوفت وير بتاعنا دوت حجمه 82 ميجا بايت، مفيش حاجه يعني حاجه بسيطه خالص. ده اصدار 64 بت، في منه الاصدار الثاني لو احنا رحنا على ال 2 زي باشمهندس باين. يس يور رايت 86 وفي ايه 64، فشوف بقى اللي انت ايه تمام اللي انت هتشغله. الدبليو ساس بيتسطب على الجهاز ده، وبعدين وبعدين الاجهزه اللي في الشركه كلها بقول لهم يا جماعه انتوا هتتعاملوا مع الابديتس ولكن مش مع مايكروسوفت ابديت، من خلالي امال مع مين؟ مع الدبليو ساس. وهديهم عنوان وبالتالي كلهم هي ايه، هديهم عنوانهم من الدي ان اس بقى، هقول لك حالا. طب تمام ماشي. وبالتالي كل انا بشرح بس فكره النظر. طيب تمام. وبالتالي كلهم هيروحوا له هو بقى كدبليو ساس، انا هكون بقى اعمله مانجمنت محترمه، اقول له والله لما يجي لك الاجهزه اللي هي بتاعت كذا وكذا وكذا يبقى اديهم الابديتس الفلانيه، لما يجي لك كذا وكذا وكذا اديهم الابديتس الفلانيه. طب هو اصلا الابديتس جابها منين؟ من عامل له اداره ثانيه في جلب الابديتس، في احضار الابديتس، قال له والله انا عايزك كل يوم الساعه كذا تطلع الانترنت تعمل عمليه سينكرونايزيشن مع مايكروسوفت ابديت بخصوص السكيورتي ابديتس والكريتيكال والفيتشر باك والسيرفر كل حاجه بقى، كل حاجه بالنسبه لويندوز كذا وكذا وكذا وكذا، كل حاجه. فده بيبقى مركز بيجيب الابديتس عنده ويبدا هو بقى يوزع على الايه، على الناس. فميزه احتياجات تقدر تتقسم وتتحكم. الميزه الثانيه هو بيجيب بسرعه الانترنت فدون 10 ميجا، هم 10 ميجا هم 10 ميجا. والناس اللي موجودين هيدوهم بقى ايه، انترنال، وانترنال بقت السرعه بالميجا مش بالكيلو زي الانترنت، يعني زودت السرعه 1000 ضعف. عيش بقى حياتك بالاخير. تمام حلو الكلام كده. ويمكنك من حاجه تانية، انت عندك دبليو ساس في الفرع بتاع القاهره، في فرع فاتحينه ورا في مكان نائي ما فيهوش انترنت بس في اجهزه برضه. تمام. طيب والفرع ده برضه عنده دبليو ساس الفرع الجديد بس ما عندوش انترنت، امال دبليو ساس هيجيب الابديت منين؟ نقدر نخلي الدبليو ساس اللي موجود في المنطقه النائيه ده اهو ياخد الابديتس بتاعته من الدبليو ساس اللي موجود عندنا، وبتاعنا بيجيب منين؟ من الانترنت. حلو. وفي الحاله دي بنسمي دبليو ساس بتاعنا اللي هو بيجيب من الانترنت اللي فوق بنسميه ابستريم سيرفر، واللي تحت بنسميه داون ستريم سيرفر، واللي تحت بيتعامل بقى مع الناس اللي عنده. تمام حلو كده. ده فكرته النظر بيشتغل ازاي. بنسطب السوفت وير ده، السوفت وير ده لما بيجي يتسطب نيكست، تمام ده اصدار قديم شويه، بيقول لي انت عايز فول سيرفر انستليشن انكلودنج الادمنستريشن كونسول، ولا انت عايز الادمنستريشن كونسول فقط؟ تفرق في ايه بقى؟ تفرق في ايه؟ لو انت هتنزل فول سيرفر انستليشن يبقى انت كده بتسطب ال دبليو ساس الخدمه، والخدمه لما بتنزل هتنزل لك الادمنستريشن كونسول اللي هيظهر لك هنا اللي من خلاله تقدر تمانج الدبليو ساس. ماشي حلو حلو. انما لو قلت له نزل ادمنستريشن كونسول بس هينزل لك الكونسول لكن همانج بيه ايه؟ ها مفيش خدمه، مفيش خدمه موجوده اصلا. طب ودي فايدته ايه؟
اللي فوق علشان ينزل لازم البيئة اللي موجودة تكون بيئة دومين ويندوز سيرفر، الجهاز اللي بينزل عليه. انما الكونسول ممكن ينزل في اي مكان حتى لو ويندوز كلاينت تمام، وعلى ويندوز 7 يعني انزل الكونسول افتح الكونسول وكونكت بيها على السيرفيس اللي على ويندوز سيرفر واعمل لها مانجمنت. يبقى السيرفيس نازل على السيرفر ومنزل الكونسول على ويندوز 7 عندي، يعني السيرفر في الاوضه مثلا وانا عندي هنا في المكتب بتاعي ويندوز 7 عليه، فمنزل الكونسول بتاع الايه دبليو ساس، ومن خلال الكونسول ده بكونكت عبر الشبكه على السيرفيس عنده واعمل لها مانجمنت. وده هناخده قدام في كورس الاكتف في اول او تاني مره في كورس الاكتف تمام، اللي هو ريموت ريموت سيرفر ادمنستريشن تول ار اس اي تي. هجيب الكونسولز كلها، كونسولز كلها ده اهي بتاعت الدومين وبتاعت الاكتف دايركتوري كلها بتاعت دي نسو دي، كل الكونسولز دي واسطبها على ويندوز 7 وافتح الكونسول اكونكت على ايه على السيرفر، على السيرفر واجيب الخدمه ومانج. ده احد اشكالها. فانا هنا في الحاله بتاعتي هعمل ايه؟ فل هيبدا يجهز. هو بيجهز ايه؟ بيشوف الخدمات اللي مطلوب تكون موجوده علشان ده البصاص ينزل موجوده ولا لا. فلقى ان هو محتاج حاجه اسمها IIS، بيقول لي must be installed، لازم ينزل وانا مش لاقيه. كويس. هو ايه الانترنت انفورميشن سيرفيس دي؟ الاي اس دي خدمه اللي مسؤوله عن شغل الويب سايت تمام، دي اللي من خلالها بعمل ويب سيرفر ومش عارف ايه وايه. طب ايه لازمتها هنا في الدبليو ساس؟ لما هتيجي تعرف الماشينز الكلاينت على الدبليو ساس هتعرفهم عليه على اساس ان هو ويب سايت. هو المفروض الناس دي لما كانت بتخش على الابديتس كنت بتروح، كانت بتروح فين؟ http://www.microsoft.com مش ده الابديت تمام، او تخش على الابديت يعني. انا في الحاله بتاعتي هيبقى الموقع ده بالنسبه لهم هو الساس، هو http://dc من الدي سي ده اللي هو ال WSAS server ايا كان باك اند دي سي كانش دي سي ايا كان تمام. فما دوم ده هيخش على اساس ان هو ويب يبقى انت محتاج الخدمه اللي اسمها IIS. تمام. فانا هقول له طيب تعال ننزل IIS rules. هو ما بنزلهاش له عند باشمهندس؟ ما هو انا بنزل، انا هو بي هو بينزل الخدمات اللي محتاجها امتى؟ لما تنزل رول من هنا. لا يعني لما اجي انزل رول من هنا يقول لي ايه انا محتاج كذا وكذا وكذا. تمام. هقول له اوكي يقوم منزلها. انما انا منزله كسوفت وير ولا مش لاقي الحاجات دي. بس هو كويس انك قلت الكلمه دي لان ديت هتوضح لي حاجه جايه. قول لي هي ايه؟ قلت لي اللي هي ايه؟ اد رولز. هو قال لك احنا محتاجين ايه؟ IIS اهي ويب سيرفر. واقول له نيكست. نيكست. عايز ايه في الاي اس؟ يا نهار اخضر. كل دي سيرفيسز جوه الاي اي اس. انت محتاج ايه؟ والله ما اعرف. اصل انت لو نزلت الاي اي اس كله كتير ولو نزلت حتت منه ممكن تكون الحته اللي ده بتوصل عايزها مش موجوده. طب وفي الحاله دي نعمل ايه؟ بص هو عامل لك في الرولز هنا تحت حاجه اسمها ايه؟ ويندوز سيرفر ابديت سيرفيسز. تعال انا بقى مش هنزل ده بروسيس خالص دلوقتي اللي الاي اس. انا هقول انزل لي ايه؟ اللي ويندوز سيرفر. ويندوز سيرفر ابديت سيرفيس. فقال لي خلي بالك ده انا محتاج ايه؟ الاي اس. حاجات في الاي اس اهي. دي الخدمات الفرعيه اللي محتاجها من الاي اس. اضيفها؟ اقول له فعلم واختار. ماشي. حلو؟ تمام. دي ميزه اهي. تمام. واقول له نيكست. واقول له نيكست. هو معلم هو على اللي هو عايزه في الاي اس. هقول له نيكست. هنا بيشرح لك الايه؟ الاي اس بيشتغل بيعمل الاو ادمنستريتور تو مانج ذا داونلود اند انستليشن اوف ابديتس فروم مايكروسوفت ابديت ويب سايت. مش ماشي نكمل؟ نكمل طيب في شويه معلومات لازم تعرفها.
only when the WSOS server in a network must be able to download updates from Microsoft update. صح، حتى لو عندك اكتر من WSOS لازم واحد فيهم يكون بيجيب الابديتس منين؟ من الانترنت. طب والباقيين ممكن ياخدوا منه additional بقى as a downstream server. downstream ما عندناش additional، هو downstream. حلو الكلام. طيب WSOS server to server and server to client communications should be set up to use the secure socket layer SSL. طيب you can't install the WSOS administration console alone without the WSOS server. يعني ايه؟ يعني الكونسول ما ينفعش ينزل وانت اصلا ما عندكش سيرفيس. ماشي، لكن لما انزل السيرفيس ممكن اروح على جهاز تاني وانزل الكونسول، مش تفرح حاجه. نكمل. نكمل. يقول لي طيب انا هنزل الاي اس تحت خالص، دي بقى الكونديشن، هينزل الويندوز سيرفر ابديت سيرفيس او الانستول. تعال نشوف ايه اللي هيحصل. انا عشان وقت البرنامج هنعمل ايه؟ بص يا سيدي، الراجل المحترم ده هوت قال لك يا عم حاج الانستليشن ها فيلد، الانستليشن فيلد. تقدر تقول لي ليه؟ كليك هير فور مور انفورميشن. دي تعال المسج دي يبقى ايه والمسج دي تبقى ايه. طب بص 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 بص، انا اقول لك حاجه، وانا كنت ممكن اقول لك ان في مشكله هتحصل وافصل، بس انا بس عشان انت ايه خليك معزز شويه، فانا بخليك تشوف المشكله بعينك. انت هنا بتنزل اي اس وبتنزل معاها الايه؟ الصص. هو احنا قلنا لا الدبليو صص، الدبليو صص ماشي، ان الصص ده كان حاجه قديمه قبل 2003. طيب تمام، حاجه اسمها صص، دبليو صص، دبليو صص. هو دبليو صص بينزل من الرول ولا بينزل از سوفت وير؟ بينزل از سوفت وير. فانت هنا بتقول له نزل لي الدبليو صص، واصلا السيرفيس بتاعته مش موجود، مش نازله اصلا، مش نازل. يعني ال WSOS مش زي الناس اللي فوق بيلت ان سيرفيس، لا مش زي ال DHCP وال DNS والاكتف، لا لا لا، ده حاجه خارجيه. ده انت لما تنزله من بره تدخل بقى هنا تلاقيه عمل لك علامه صح على الايه. طب هو هنا مكانه ايه؟ مكانه هنا ان هو لما يجي لك هنا وتخش على الرولز بعد ما تسطب ال WSOS من بره، تلاقي الجهاز ده شغال كذا وكذا وكذا وشغال WSOS، فعشان كده هحط لك الرول بتاعته. طب الرول دي مش هستفاد منها في حاجه يعني؟ لا، الحاجه اللي هتفيدك منها خدها بقى مني ليك كده، انك لما تقول له WSOS هيقول لك محتاج بعض الفيتشرز، بعض السيرفيس الداخليه، هقول له اديها له، وبعدين WSOS لا ما ينزلش من هنا، يبقى انا استخدمته عشان بس احدد بيه الايه اللي انا عايزه من الاي اس، وهقول له نكست 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 انستول. كده هو انستول الاي، كده بنزل اللي هو محتاجه من مين؟ من الاي اس، من الاي اي اس فقط. ونوقف عشان وقت الايه البرنامج. كده سكسيدد ولا لا؟ سكسيدد. نزل اي اس، مفيش حاجه اسمها دبليو صص وما يعرفهاش، هقول له شكرا يا عم زي الفل كده تمام، ويلا يا عم السوفت وير بقى اتصب. نيكست فول طبعا. هنا بقى اشتغل على طول، دخلنا اكسبت موافق. طيب في حاجه اسمها ريبورت فيور 2008، دي علشان الدبليو صص يقدر يصدر لك الريبورت اللي انت محتاجها، محتاجين السيرفيس دي تيجي. حاضر، هنزل من النت وتسطبها، مش قصه بقى تمام. هقول له ما علينا من دي، الابديتس هنخزنها لوكالي على السي في فولدر اسمه دبليو صص، هنكريته اتليست. محتاجين بقى السي يكون عليه 6 جيجا بايت فاضيين اتليست، ولازم يكون نتفلكس طبعا، ده اتليست الابديتس هتبقى اكتر كبير جدا كده يا باشمهندس.
فانا هسيب له ده هيبقى اكتر. طب انا عايز اوديه على الدي عشان ده هيبقى فاضي شويتين ويعيش مع نفسه مفيش اي طب مشكله. هو بيشوف اذا كان 6 جيجا مفتوحين طبعا ولا لا؟ لما اقول له نكست هنا هيعمل تيست على السي، لو مفيش 6 جيجا فاضيين مش هيكمل معاك كده، هيكمل كويس كده. طيب الناس اللي هتحط الداتابيز، هنعمل يبقى في داتابيز للدبليو ساس اللي بتسجل فيها الريكورد، الابديت ابديت مين اخد مين ما اخدش، الداتابيز اللي بتمانج المسائل دي. تمام. الداتابيز في منها نوعين، في انترنال حاجه داخليه كده تمانج لك الشغل كده تشيك تشيك فايل كده بيمانج الشغل، وفي داتابيز تبقى داتابيز خارجيه على داتابيز سيرفر سيكوال، وده لما الموضوع بيبقى كبير يبقى محتاج بقى داتابيز تمانج المساله. تمام. وبالتالي انا احتاج ان احنا نبقى ندرس حاجه اسمها سيكوال ادمنستريشن، ازاي ادير الاستيكول، ازاي ارمي واخد. تمام. فهو السؤال هنا، هل انا عندي سيرفر داتابيس سيرفر موجود سيكوال؟ اديني العنوان بتاعه، ولا هنعمل انترنال داتابيس في نفس الفايل ده في نفس الفولدر ده؟ هقول له اعمل انستول انترنال داتابيس فين؟ في المكان ده، هيبقى فايل كده كويس. ماشي. نيكست. الناس هتوصل لل دبليو ساس ازاي؟ قال لي والله الناس هتوصل له عن طريق تمام على ماشي. بورت كام؟ 80. ليه؟ ما هو ال HTTP بورته كام؟ 80. 80 ماشي. في مشكلة؟ هو كده بورت 80 يا باشمهندس؟ ما هو الديفولت ولا بتاع ده الديفولت بتاع ال HTTP ان هو بيستخدم بورت 80. ماشي خلاص ماشي. حلو الكلام؟ تمام زي الفل. طيب ولا اعمل لك ويب سايت مخصوص شويه اغير لك فيه البورت بدل ما تستخدم البورت نفس البورت الديفولت؟ اللي انت هتطلع يعني انا هعمل لك بورت اهوت 8530. تمام. ده خليه ال HTTP. يعني عايز اقول لك بدل ما ال HTTP كده شغال ممكن يبقى بورته زحمه، فانا اعمل لك بورت تاني مخصوص للايه؟ لل دبليو ساس. حر عايز يبقى كده ولا كده زي ما انت عايز. فانا اقول خليك بالديفولت اللي هو على البورت 80، وده اللي هتعرف الناس من خلاله على دبليو ساس. ماشي ماشي تمام. نيكست. ادي الايه ملخص كلامك، يبدا ينستول بياخد الوقت شويه علشان ما نضيعش وقت الايه البرنامج كده. هو خلص الايه؟ خلص الانستليشن. هنقول فينيش. ادي مين يا عم؟ دبليو ساس. لو دخلت بقى دلوقتي على السيرفر مانجر الاقي ايه؟ توقع كده كونسول بتاع دبليو ساس شغال ولا انيبلد. ماشي يا سيدي. ادي عامل ايه؟ دي بقى مشكلة بقى عندنا، الميموري 512 للجهاز قليل، خد بالك. يعني انا بقول لك انا فاضل عندي فاضي 38 ميجا،
كلام فاضي يعني. الميمور عامله ازاي؟ طبعا ده غلط، غلط كبير جدا جدا يعني. ده واحنا بنسطب بالاعدادات الجهاز نفسه بقى، مش ابن ممكن نفسه. ازودها، ممكن ازودها، ممكن اقفل الجهاز وازودها عادي. المهم ده الاستاذ اول ما بيبدا بيقول لك بيفور يو بيجن، عايزين نظبط شويه حاجات، وانا مش عايز اظبط، وادي الرولز اهي. بص بقى فين اهو، ويندوز سيرفر ابديت سيرفيس بقى رول موجوده. تمام حلو كده. طيب هنقفل دي، قفلنا اي حاجه في الرام، ونقفل دي كمان، قفلنا اي حاجه، ويلا نفتح الكونسول الادمنستريشن كونسول، نشوف هنقدر نعمل ايه من خلاله. انت هتعمل معايا حاجتين، حاجه على السيرفر تظبطه، وحاجه على الكلاينت. عند الكلاينت ادي يا عم الايه دبليو اس الشاشه الرئيسيه بتاعتك. كويس، خليه بس يحمل الايه السيرفرز اللي احنا بندرهم من هنا. عندنا مين دي سي ان، يعني انت تقصد ان ممكن نكونكت على سيرفر تاني؟ ممكن، مش ده كونسول؟ ايوه تمام، هتكونكت منه على سيرفر تاني. ماشي، يكون عليه خدمه دبليو اس. طيب الدي سي كمبيوتر ستيتس، حاله الاجهزه اللي عندنا هنا، الاجهزه اللي عملت مشاكل مع الابديتس مفيش، الاجهزه اللي محتاجه ابديتس معرفش، الاجهزه اللي اتسطب عليها ابديتس معرفش. بالنسبه لحاله الابديت نفسه، الابديتس اللي عملت مشاكل، الابديتس اللي الاجهزه محتاجاها، الابديتس اللي اتسطبت، يبقى في عند هنا مراقبه، مراقبة واحدة بتراقب الكمبيوترز، وتلاقي ده هتلاقيه على مدار الشغل كله. اراقب الايه؟ الكمبيوتر. وفي واحدة تانية بتراقب الايه؟ الابديت. الابديتس نفسها، الفرق بينهم واضح؟ ايوه. هتدخل بقى انت على السيرفر بتاعنا، تلاقي السيرفر بتاعك بيقول لك والله احنا عندنا اوفر فيو سريعة كده. تمام؟ بالنسبة للكمبيوتر ستيتس كذا كذا كذا، الابديت ستيتس كذا 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 كذا، السينكرونايزيشن، سينكرونايزيشن يعني تزامن صح؟ تزامن يعني ايه هنا؟ تزامن يعني هنا يعني احنا هنطلع امتى لمايكروسوفت نجيب الابديتس ونتزامن معاها، يبقى الابديتس اللي هناك عندنا في بينهم بعض تزامن. حلو الكلام، ما طلعتش قبل كده، ما هو بيقول لك لاست سينكرونايزيشن نيفر ران. ايه رايك اسينكرونايز دلوقتي؟ سينكرونايز لو عايز، لو عايز يبقى انت كده مانوال كده هتطلع وتسينكرونايز. بس هو هيبقى السؤال، هو انا لما اطلع سينكرونايز اطلع اجيب انهي ابديت؟ طب لانهي برودكت؟ يعني الويندوز ولا الاوفيس ولا الايه بالظبط؟ يعني اجيب ابديتس لايه؟ مش عارفين لسه. طيب هنعرف دلوقتي حالا، الداونلود ستيتس مفيش، الكونكشنز بتاعتنا اهيت، بورت 80 اللي هو الاتش تي تي بي اللي احنا شغالين من عليه، الادمنستريتور شغال، الاستاتستكس الاحصائيات اللي عندنا اهيت، امبروفد ابديتس، ابديتس ما توافقش عليها، ابديتس توافق عليها، ابديتس اترفضت، الاجهزه، الجروبز اللي عندنا، كل الكلام ده مفيش عندنا اي ايه معلومات عنه، مفيش اي حاجه. لا هو لسه ايه صفر صفر، لسه خامل، لسه خام. طيب يا باشا تعالى لي بقى هنا كده، على فكره ده بصوص سهل جدا جدا جدا، ما انا معاك يعني لغايه دلوقتي احنا ما عندناش اي حاجه، مشكله مفيش حاجه. خش على ابديتس، يبدا في الابديتس يجيب لك اوفر فيو على الايه، على الابديتس بشكل بقى دقيق شويتين، يعني يقول لك بالنسبه لكل الابديتس حالتهم اهي، الايرور اللي محتاجينها اللي مش محتاجينها، عم السكيورتي ابديتس، الابديتس ويب نو ستاتس، يعني دي ابديتس نزلت لحد طلبها ولا نزلت على حد، لا عملت مشاكل ولا حاجه، موجود كام واحد قد كده.
النوع اللي اسمه سكيورتي ابديتس ظروفه ايه؟ النوع اللي اسمه كريتيكال ابديتس ظروفه تقارير، ايه؟ كل دي تقارير عن ال الدبليو ستاس ابديتس نفسه. طيب ممكن افلتر الموضوع اكتر، افلتر على مستوى كل الابديتس، اقول له انا عايز الان ابروفد اللي ما توافقش عليها مفيش طبعا، احنا بس وفشل او محتاجينها او اللي فشلت. طب لا، ده انا عايز اللي توافق عليها وفشل. طب انا عايز اللي توافق عليها وهم كانوا محتاجينها فعلا. طب انا عايز اللي اترفضت. طب انا عايز بالنسبة لأي حاجة باستثناء اللي اترفضت، بس عايز ايه بقى؟ عايز اللي فشلت. حلو الكلام. حلو الكلام. فانت فلتر على مستوى اول، فلتر على الكريتيكال، فلتر على السكيورتي، فلتر على الدبليو ساس. نفس الكلام على مستوى الكمبيوترز، كل الاجهزه 0000. تمام. طيب الاجهزه اللي مش معروف لها جروب، ما هي هي؟ لا مش هي هي، ايه الموضوع؟ الدبليو ساس بيعمل جوه منه جروبز انا هعملها حالا. يعني ايه؟ يعني انا عندي مثلا قسم اي تي اتش ار مارك سيلز مثلا، ماشي. طيب جروب 2 3 4، الدبليو ساس لما يجي يتعامل معاه، مش انت تعوز تخصص حاجه الاي تي، ماشي، حاجه الاتش ار، حاجه المارك، صح. حاجه للسيلز، علشان تقدر تخصص لازم يبقى لهم جروبز جوه جوه الدبليو ساس. الدبليو ساس ماشي. احنا حاليا عندنا قول الجروب الوحيده اسمها ان اسايند، دي ليها اجهزه مش موجوده في جروبز. اول كمبيوترز، اقول له اد كمبيوتر، ادي حاله الاجهزه اللي عندي. الناس اللي في اتش ار، الناس اللي في مارك، الناس اللي في سيلز، الناس اللي في الاي تي. طب الناس اللي موجودين في اول كمبيوترز بس مش موجودين في في مجموعه من المجموعات، يكونوا ان اسايند كمبيوترز. كويس كده. ماشي. ازاي هندخل بقى الناس هنا في الاقسام بتاع ده؟ هنتكلم فيها كمان شويه. ماشي. اقدر اخصص لك الموضوع. بالنسبه للاتش ار، انا عايز الاجهزه اللي حصل لها فشل، اللي محتاجه ابديتس، اي حاجه. كل ده ابديتس او كمبيوترز ريبورتات موجوده لايه؟ جاست فور مونيتورنج، للمراقبه. حلو كده؟ ماشي. طيب احنا الدبليو ساس سيرفر بتاعنا عنده داون ستريم سيرفرز، عنده سيرفرات بتاخد منه؟ عنده ولا لا؟ لا ما عندوش. مفيش، محدش بياخد منه. طيب ده برضو الى الان ايه؟ مراقبه. سينكرونايزيشنز تزامن، بدأ امتى؟ خلص امتى؟ نوعه ايه؟ ايه الحالة؟ ايه ايه ايه؟ تتزامن دلوقتي؟ لو عايز يبان 8 ولا هتطلع تتزامن؟ طيب تيجي نشوف اعدادات التزامن ايه؟ لو قلت له اعدادات التزامن هتلاقيه نط بيك على مين؟ على اوبشن اللي فيها الشغل كله. طيب مش عايزين ننط بسرعة. ريبورتس نفس القصة، اجيب لك ريبورتس عن ايه؟ الابديت، ولا عن الكمبيوترز، ولا عن السينكرونايزيشن. كريت للريبورت اللي انت عايزه، بس احنا محتاجين عشان نكريت الريبورت حاجه اسمها ريبورت فيور 2008. ماشي. فاكره اللي هو كان في الاول واحد بنتسطب قال لي انت محتاج التول دي عشان خاطر نقدر نكريت لك ايه؟ ريبورت. ماشي. كويس كده. ماشي. طيب انزل بقى الشغل كله هنا بقى. ايه اللي هنا؟ والله احنا هنظبط الاوبشنز بتاعت الابديت سورس اند بروكسي سيرفر. ايه معنى الكلام ده؟ يعني اولا هو الجهاز بتاعنا هيجيب الابديت منين؟ من مايكروسوفت ولا من دبليو ساس تاني؟ يعني داون ستريم. ايوه. لو قلت له هنا، كتبت له هنا اسم جهاز، يبقى الجهاز اللي هكتب اسمه هنا يبقى لي اب ستريم ليا، وانا هبقى داون ستريم ليه. تمام. انما هنا انا هجيب منين؟ من على طول من الابديت بروكسي. هو انا بطلع الانترنت مباشرة ولا بروح لجهاز يطلع الانترنت؟ فاكر الفاير وول؟ علشان الايزا لو موجودة والتي ام جي، عشان اطلع النت لازم اروح لده. يبقى ده بالنسبة لي بروكسي، يبقى لازم اكتب الاي بي بتاعه هنا. انما لو انا واصل بالراوتر على طول وبطلع، يبقى خلاص مش هعمل حاجة هنا. تمام. ماشي. برودكت اند كلاسيفيكيشنز، انت عايز تجيب لمين؟
اكستشينج لاوفيس لويندوز، ويندوز ايه ايه او ايه او ايه او ايه، كل ما حدثت طبعا ده بالوصاص كده بنزل لك بقيه الفيرجنات موجوده يعني. تمام قول لي بقى عايز انزل ايه، 2003 فاميلي، اكس بي فاميلي، شوف انت عايز تنزل ايه. عايز تنزل اوفيس، اوفيس 2003، عايز تنزل اكستشينج 2003 بقى، وممكن انزل كل حاجه باشمهندس وبعد براحتك، كده بس هيبقى كتير بقى. وبعد كده خلي انت خلي بالك بتتكلم برضه على مساحه، تمام ماشي. انت برضه بتتكلم على ايه، على مساحه انا حددت اهو حاجات. طيب بالنسبه للبرودكت دي انزل ايه، الكريتيكال والديفينيشن والدرايفرز والفيتشر باك والتولز وال ماشي. اقول اوكي حلو كده ماشي. طيب ابديت فايلز اند لانجويج، الابديتس اللي احنا بنجيبها بتتخزن فين، لوكالي على السيرفر بتاعنا ولا ما نخزنهاش على السيرفر؟ امال ايه، الاجهزه تبقى تسطبها من عند مايكروسوفت ابديت. الله، امال انت ده عملت ايه ده نظام؟ هتقدر تقول الناس بتوع السيلز ياخدوا الابديتس الفلانيه والفلانيه، تمام، هيجيبوهم منين؟ من الدبليو اس اس بقى لا من ما هو الدبليو اس اس اللي هيقول لهم انتوا يتسطب عليكم الابديتس الفلانيه والفلانيه. انا قصدي كده، هيجيبوها منين؟ من هناك من الويندوز ابديت. منين الويندوز ابديت؟ مكانها بقى الانترنت، مكانها من الانترنت. ماشي، ما ويندوز ابديت بيشتغل باي ديفولت منين؟ من حلو الكلام ماشي واضح. أوه. طيب ولا نخزن لوكالي بحيث ان هم ياخدوها من عندنا؟ الافضل لوكالي يعني. طيب لوكالي هتخليه داونلود ابديت فايلز تو ذس سيرفر اونلي وين ابديتس ار ابروفد، يعني هيطلع يجيب معلومات عن الابديتس، ولما انت توافق على ابديت معين انه يتسطب عند الناس هنروح نجيب ملفاته. ده الوضع الديفولت. الوضع التاني اكسبريس شويه، هيعمل ايه؟ هيزود الداونلود بتاعنا تمام، وهيزود الحجم اللي هتشتغل بيه او انكريز التايم واللارجر، هيبقى اكبر والوقت هيبقى اطول. ليه؟ لانه بيروح يجيب الابديتس كلها مره واحده ملفاتها ويشوف انت عايزه ويدي لك، انما الاولاني بيجيب لك ايه، واحد معلومات انفورميشن ماشي. اللي تقول له عليه هنسطبه هيعمله، هنطلع نجيبه بقى من الانترنت ندونه ماشي. انما التاني هي ايه، هيجيب الباكج كلها هيدور. طب اللغه اللي انت شغال بيها كل اللغات ولا نختار لغه؟ ماشي، احنا مثلا من انجليزي مثلا، فين الانجليش تحت ايه ده؟ طيب سينكرونايزيشن سكادول، سينكرونايز مانيوالي، يبقى انت لما جينا هنا قلنا له مانيو سينكرونايز ناو، ايوه ده كان مانيوالي، ولا نعمل له وقت اوتوماتيك؟ اه كل قد ايه، يومين كل ثلاثة كل أربعة كل 24 تمام. يوم كل يوم تمام. ساعة كام، حدد لنا وقت ماشي. طيب يبقى هو دلوقتي كل يوم الساعه كذا هيطلع يجيب ابديت، انهي ابديت اللي احنا حددناه هنا؟ ايوه ماشي انا فاهم صح. طيب وهيخزنها فين زي ما قلنا له؟ زي ما قلنا له. حلو، تيجي بقى عند حاجه مهمه جدا اسمها اوتوماتيك ابروفلز. يعني هو دلوقتي جاب الكريتيكال وجاب السكيورتي وجاب التولز وجاب السيرفيس باك وجاب الفيتشر باك وجاب حلو. وانت عندك جروبز، عندك اتش ار وعندك اي تي وعندك مارك وعندك سيلز، هل انت عايز تعمل موافقات تلقائيه ان ابديتس معينه تتسطب على ناس معينين؟ الديفولت اهو، الديفولت انا عملت ماشي. الديفولت بتقول الابديتس ده اهي الكريتيكال والايه والسكيورتي ابديت، انا موافق ان هي تتسطب على مين؟ على كل الكمبيوتر. يلزمك الديفولت نشغله؟ لا، ده انا هعمل رول جديد. الرول بتاعتي اولا هتطبق على مين؟ على الجروبات بقى اللي انا عاملها، على الاي تي بس. انت عامل براحتك الاي تي فقط. هتطبق عليه ايه؟ اقول لك الابديتس بتاعتنا الكلاسيفيكيشنز بتاعتها اللي عايز تطبق عليهم كذا وكذا التولز والتولز وكذا وكذا تمام. واروح للناحيه وبالنسبه للبرودكتس اللي تطبق عليهم كذا لا كذا مش عايز الكلام ده كله. ما انت عايز ايه؟ انا عايز سيرفر واكس بي واكستشينج، عندهم اكستشينج وعندهم اوفيس ماشي حلو ماشي. طيب الموافقه دي لوقت معين 7 ايام ولا على طول؟
اقدر اقول الموافقه دي شغاله معاك لمده 7 ايام، بعد ال7 ايام افس. تمام لا لا لا، شغاله لمده يومين براحتك. تمام يبقى وممكن انا مثلا لمده 3 ايام انا بقى ايه، بقيت بسطب على الاي تي كذا وكذا وكذا، بعد ال3 ايام يخلصوا هعمل رول جديد. الرول دي، انا مسميها ايه، اي تي ابديتس. حلو، تعمل واحده للاتش ار واحده للاي تي، اعمل واحده براحتك. تمام انا ممكن اعمل واحده مش لكله، امال لمين؟ للاتش ار انا فهمتك ومارك دلوقتي. وسيلز، تمام حط اللي انت عايزه. اعمل اكتر من رول بقى، براحتك اعمل براحتك اكتر من رول. براحتك براحتك، والرول انت تمام عايز تعدل فيها تقدر تعدل فيه. ماشي تمام خلصنا خلاص. خلاص ادفانس الدبليو ساس ابديت، الابديتس اللي تخص الدبليو ساس دي منين ما نلاقيها نجيبها ونسطبها. ماشي، ماشي الدبليو سوست نفسه. طيب الابديتس اللي انت اديتها مره قبل كده موافقه تلقائيه، لو نزل لها ابديت جديد نعمله بما انك اديتها موافقه تلقائيه، يبقى انت محتاجها اب تو ديت، ولا نستناك كل مره توافق؟ لا اوتوماتيكالي ابروف نيو ريفيجن اوف ابديتس ذات ار اوريدي ابروفد. هقول له اوتوماتيكالي ديكلاين ابديتس وين ا نيو ريفيجن كوزز ذم to expire. الابديتس اللي النسخ الجديدة هتخليهم اكسباير، نرفضهم. حر، اقول له اه ده كله الايه، لتنظيم الشغل عندك. اقول له اوكي حلو، اوتوماتيك ابروفال. بالنسبة للاجهزة اللي هتيجي في كمبيوترز هنا، اللي هو الجروبات اللي انا عاملها. اي جهاز هيدخل للدبليو ساس هيجي لي في اول كمبيوترز، يعني مش هيبقى متحدد له جروب، وتقدر انت تعمل كليك عليه، كليك يمين عليه وتحدد له الجروب الجروب اللي هو اللي انا يبقى عضو هدخله فيها، فيه. صح كده؟ ماشي ده لو انت هتشتغل من كمبيوترز هنا بالكونسول، يبقى كليك يمين وتغير العضويه الممبر شيب وتحطه في الاي تي. انا ممكن اظبط الموضوع ده بالجروب بوليسي، اه وده اللي انا هاخده في الاكتف. يعني هاجي بالجروب بوليسي واقول والله مجموعه الاجهزه بتاعت اتش ار تنزل في الجروب اللي اسمها اتش ار، واطبق السياسه ديت على كل اعضاء ايه، الاتش ار. بس خلاص. يبقى في الحاله دي انا بستخدم الجروب بوليسي في تحديد الجروب اللي هم هي ماشي يبقوا اعضاء فيها. فانت هتشتغل كده ولا هتشتغل بقى بالكونسول مانوال كده؟ على حسب ما انا عايز بقى. بالجروب بوليسي. حلو كده، ماشي سيرفر كلين اب ويزرد، حاجه للنظافه، كل ده نظافة. هنبعت لك تقارير ونوتيفيكيشنز على ايميلك فين. امبروفمنت بروجرام مش عايز ابعضه فيها، كل ده كلام فاضي. دبليو ساس سيرفر كونفيجريشن ويزارد اللي هي كانت بادئة فين؟ في الاول خالص، فاكر؟ ايوه تمام اهو ده كان لما اقول له نيكست كان يحدد لك هنا ايه، هتخش في الامبروفمنت بروجرام ولا لا، تشوز الابستريم سيرفر بتاعك، البروكسي سيرفر، اللانجوج، البرودكت بيجيبهم من كلاسيفيكيشنز، الاول بقى يا باشمهندس، نفس الاوبشنز اللي بيجيبهم عملتها، بس هيخليك تعملها في الاول كده سريع سريع. بس انا ما انا خلاص ما دخلت على الاوبشنز ورتبتهم واحده واحده، يبقى ما عادش محتاج بقى دي. واضح كلام؟ انا هنا ظبطت الايه؟ ظبطت الاعدادات. الشغل. ده الاعدادات اللي انت بتظبطه عند مين؟ عند السيرفر. السيرفر. حلو؟ عند الكلاينت بقى، الكلاينت خلي بالك هو الى الان على حسب الاعدادات انت قايله عليها. تشيك امتى؟ هقول له كل يوم الساعة كام؟ الساعة 1. إلى الآن بيجيب منين؟ لوكالي منين؟ من الانترنت. حلو الكلام، ينفع كده؟ ينفع؟ لا احنا عايزين نجيب من دبليو ساس. اللي أنا هعمله عنده هفتح الجروب بوليس اللي عنده، اللي أنا لما أدرس الأكتف هعملها على مستوى الدومين كل، هقول على مستوى الكمبيوتر، اصل الويندوز ابديت يخص الماشين ويش المستخدم. هتفتح الادمنستريتيف تمبلت ويندوز كومبوننت تحت هنا كده، هتلاقي اخر حاجه عندك اسمها ويندوز ابديت، وجايب لك فيها شويه سياسات. الكلام ده هتاخده بالتفصيل في الايه، في الاكل، لكن انا هعمل لك هنا شويه سياسات بشكل لوكالي. السياسات ديت بتظبط ايه؟ السياسات دي بتظبط الويندوز ابديت.
اولا كونفيجر اوتوماتيك ابديتس، ادي السياسه بتاعتي، هشغلها وهختار السيناريو بتاعي، واحد اتنين تلات اربع سيناريوهات. ايه رايك نوتيفاي للداونلود ونوتيفاي للانستول؟ هينوتيفاي مين يعني؟ هينبه مين؟ اللي شغال على الجهاز. تمام. انت عايز الناس اللي شغالين على الاجهزه يجي لهم تنبيه قبل ما الابديتس تتدون، ويجي لهم تنبيه قبل الابديتس ما تتسطب، على حسب من مش ناحية. على حسب هو ماله ومال الكلام ده. انت معايا ولا ايه؟ ماشي انا معاك. انا الراجل اللي شغال هو شغال، جهازه بيابديت نفسه بنفسه، هو ملوش علاقه، مش يجي له تنبيه يقول له لا. تمام ماشي. ولا امال العميل الاساسي ليه؟ اصبر عليا، ما هي انت ممكن تعوزها في حاجه محليه ماشي مثلا. انا قصدي كده. طيب يعني دي ممكن نعملها مثلا عند الناس بتوع الاي تي، يبقى فاهم ايه اللي بيتسطب عنده، واخد بالك؟ يبقى ده لما يعوزها بقى. مثلا ماشي. اوتو داونلود من غير ما اقول له، بس هنبهه لما اجي انستول. اسطبها. ماشي. اوتو داونلود وهحدد جدول او وقت معين للانستول، انستول. يبقى في الحاله دي بقى المعلم ملوش ايه ماليش دعوة. دعوه باي حاجه. ولا اسيب الاخ يختار اللي هو عايزه؟ ماشي. منطقي عندي. الاوتو داونلود اند سكيدول. طيب لما انت هتسكادول الكلام ده، هيبقى كل ايه؟ Every day ولا عايز كل حد، كل اتنين، كل تلات، كل اربع، كل يوم. امتى؟ الساعة كذا. الساعة 13، يعني واحدة لإيه؟ الظهر. ماشي. وهقول له ايه؟ ابلاي اوكي، اوكي. وهو بيشرح السياسة في الجنب ده اول تمام نقطة. كده، وبيقول لك اتليست ويندوز 2000 سيرفيس باك 3 او ويندوز اكس بي سيرفيس باك 1 عشان السيستم يتطبق عليهم. يبقى لو جبت لي جهاز عليه ويندوز 98 مش هينفع. مش تبعنا، مش تبعنا، تمام. احنا قلنا 2000 وينز. خط فوق كلام وتحت كلام كده. انا ايه ظبطت الابديتس؟ يعني ايه ظبطت الابديتس؟ مش فاهم برضه. بص يا عم اقول لك، يعني لو دخلت على الكنترول بانل دلوقتي حالا، ورحت على ويندوز ابديت دلوقتي حالا، وفتحت تشينج سيتنج دلوقتي حالا، هتلاقي الموضوع الله الله الله. يعني ايه الموضوع؟ لسه انا بلعب فيه براحتي براحتي. اقول لك اه براحتك. ليه؟ اصل السياسه يا نجم لسه ما اتطبقتش عليك. السياسه دي بتتطبق امتى؟ لما الجهاز يعمل ابديت ريستارت. يعني ريستارت. ماشي حلو تمام الكلام. تمام او ان انت تشغل كوماند يطبق السياسه بالعافيه، وده هناخده في الاكتف. الكوماند اسمه جي بي اب مش بيشتغل ديت، مش بيشتغل مش مش بيشتغل. بيشتغل كويس جدا. جي بي اب ديت مسافه سلاش فورس، يبقى ده على بالعافيه يعني. كلام الكوماند هيطبقه بالايه؟ بالعافيه. هوب معايا؟ معايا؟ شغلانة؟ ماشي حبيبي. يلا يا مولانا. بروبلم كودنت بي اب سكسسفولي.